الله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا من سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اخواننا كلمه اتفقنا يعني تقرب علينا هذا التفرق يا اخواننا من عمل الشيطان. هل يريد احد ان يجعل الشيطان لنا مدخل في هذه المجال؟ قرب اخوانا عليك جزاكم الله خير. انتم اخوان مدد تقدم اشياء اخذنا ولله الحمد منا في الدرس الماضي يتعلق بالأصل الثاني ومعرفة دين الإسلام بالكل، وذكرنا أن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والإقرار له بالطاعة البراءة من الشرك وأهله. أخذنا أن مراتب الدين ثلاثة: إسلام وإيمان وإحسان. أركان الإسلام خمسة، كان الإيمان ستة، وعرفنا الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص. ثم ذكرنا ما يتعلق بمعرفة النبي عليه الصلاة والسلام، لابد أن نعرف عن هذا النبي عليه الصلاة والسلام نسبه بعثته دعوته إلى من بعث عليه الصلاة والسلام، هل مات عليه الصلاة والسلام، هل أبقى شيء؟ قلنا لا والله، بل بلغ وأدى ونصح وجاهز في لحق الجهاد. ثم ذكرنا ما يتعلق بالقسم الأخير الذي ختم به المؤلف رحمه الله تعالى: الهجرة والكفر بالطاغوت. ومن أحسن ما قيل في تعريف الطاغوت ما جعل ابن القيم رحمه الله تعالى: ما تجاوز بالعبد حتى من معبود أو متبوع أو مطاع. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى نصوص الطواغيت الخمس، ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في نهاية هذه الرسالة المباركة حديث، وهو: من يعلم لماذا ختم المؤلف رحمه الله تعالى ختم بحديث؟ أي حديث؟ نعم، رأس الأمر الإسلام. رأس الأمر الإسلام، إذا قطعنا الرأس مات الإسلام. رأس الأمر الإسلام، ما هو الإسلام؟ تقدم استسلام لله بالتوحيد، الإنقاذ له بالطاعة، البراءة من الشرك وأهله، مراتب الدين ثلاثة. نعم، رأس الأمر الإسلام وعمود الصدر، أي الأعمدة الذي يقوم عليها البناء، الصلاة. لو أسقطنا هذه الأعمدة أربعة مثلا الآن عندنا هنا، لو أسقطنا هذه الأعمدة ماذا حصل؟ انهار البناء بأكمله. نعم، ماذا قلت؟ صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر، الصلوات المفروضة الخمس. طيب، ولابد على الرجال البالغين أداء هذه الصلاتين مع الجماعة في المساجد، واركعوا مع الراكعين، وذروة سنام أعلى جهاد في سبيل الله. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن الجهاد يكون أولا جهاد للنفس. كيف تجاهد نفسك؟ كيف تجاهد نفسك؟ تجاهد نفسك، نعم، بالعلم والعمل والدعوة والصبر. سورة العصر فتح الله عليك،
وبماذا تجاهد الشيطان؟ الشيطان كيف يجاهد؟ بترك الشبهات وترك الشهوات، لأن الشيطان يسمى الشيطان الرجيم. لماذا؟ لأنه يرجم أن يغني بني آدم من طريقين يأتيك، إما من طريق الشبهات أو طريق الشهوات. كيف تحارب الشيطان؟ تترك الشبهات البدعة والشرك، وتترك الشهوات الصغائر والكبائر. مفهوم؟ هذا جهاد الشيطان. وجهاد الكفار والمنافقين بالقلب واللسان والجوارح والماء، وجهاد المنكرات والبدع والمعاصي. من راى منكم منكرا فليغيره بيده، تغيير باليد يكون للسلطان ومن ولاه السلطان، وباللسان يكون للعلماء وطلاب العلم، والتغيير بالقلب هذا يكون على كل مسلم. نعم، اذا لابد ان تغير المنكر. لهذا ولله الحمد تمت مراجعه هذا النظام. مهم جدا من طالب العلم يسير على النهج بالطريقه التي خطر لنا علماء. علماء رحمهم الله ارشد الى حفظ هذه المتون المباركه، الصوره الثلاثه، قواعد الاربع، كتاب التوحيد، عقيده الوسط. اهم ما يحفظ في التوحيد كتاب التوحيد والعقيده الواسطين، اهم شيء. ثم بعد ذلك ننتقل على ما سياتي معنا باذن الله تعالى. طيب، ننتقل الى مراجعه متن القواعد الاربع. لو سال سائل وقال يا شيخ سفيان قبل ان نبدا في الدرس، يعني ما يصح ان يكون احد في الدرس يعني نائم مضطجع يلعب في الجوال؟ ما يمكن يكون هكذا. جبريل عليه السلام، يا اخواننا جبريل عليه السلام عندما جاء الى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنع؟ اتكى، مد رجليك، تجد انسان نائم في الدرس، ما يصح. لأن هذا المكان المساجد جعلت للنوم والأكل والشرب واللعب، لا، ما يصح أن أكون طالب يعني نائم في الدرس، ما يمكن. ممكن؟ ها؟ ما يمكن. جبريل عليه السلام جلس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم جلسة المتأدب المتعلم، أنصت لكلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو جبريل عليه السلام. لماذا؟ حتى تتعلم الأمة ماذا تصنع؟ صحيح؟ الجن ماذا صنعوا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا صنعوا؟ فلما حضروه قالوا أنصتوا. استمعوا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، طلاب علم. اللي تراه نائم ترسل عليه ان شاء الله. طيب. نعم. القواعد الاربع. هناك امور قبل الدراسه في دراسه هذا المجال. من يذكرها لي؟ ماذا اخذنا من أمور قبل دراسة متن الأصول الثلاثة؟ نعم. لماذا ندرس متن القواعد الأربع؟ ما السبب؟ لماذا ندرس متن القواعد الأربع؟ نصيحة العلماء. ولأن المؤلف رحمه الله تعالى وضع هذه القواعد حتى نرد
الشبهة التي يأتي بها أهل الشعب في زمانه، أن الكفار يأتون بشبهة، كيف ترد عليهم؟ سيأتي معنا إن شاء الله تعالى لهذه القواعد. نعم، فتح الله عليك. الثاني، هذا المتن المبارك، متن القواعد الأربع، هو مختصر كالمختصر تقريبا لكتاب كشف الشبهات، كما أن الأصول الثلاثة تقريبا كالمختصر أو مقدمة لكتاب التوحيد. إذا هذا المتن، متن القواعد الأربع، كالمختصر لكتاب كشف الشبهات. سؤال: لماذا لا ندرس كتاب كشف الشبهات أولا؟ لماذا ندرس القاعدة أولا؟ لو قال لك قائل ندرس أولا الكتاب الأصلي ثم بعد هذا ندرس المختصر، هذا يكون أحسن. ماذا تصنع؟ لو قال لك قائل لماذا لا نبدأ بدراسة كتاب كشف الشبهات أولا؟ نعم، تقول لأننا طلاب، أنا لا أعرف ماذا أقدم وماذا أخر، أدرس أو لا أدرس، أتعلم أو لا أتعلم، أسمع إلى هذا أو لا أسمع إلى هذا، ليس هذا إليك. نعم، لابد ترجع في هذا لمن؟ إلى العلماء الربانيين. الإشكال عندنا اليوم أننا نرجع لمن؟ للطلاب. هذا الطالب يقول لك لا يصلح لك هذا، يصلح لك هذا، لا يصلح. سبحان الله، انت اذا متعلم اصلا. انا اعطيكم مثال في الدنيا الان، هذا الاخ مثلا يريد يصبح طبيب، طبيب طبيب في طب العيون او طب الاسنان مثلا، فماذا يصنع؟ يصنع أن يرجع إلى هذا، فرجع إلى هذا الأخ وقال له كيف أكون طبيب؟ قال سهل جدا. تريد تكون طبيب أسنان؟ قال نعم. قال اذهب واشتري بعض المعدات، وعندي بعض الكتب أعطيك إياها، ونفتح هنا في جوار المسجد مكان ونعالج الناس. يصح؟ أصلاً ما يأتي أحد. صحيح والله، من يأتي؟ مجنون الذي يأتي أصلاً. هذا في ماذا؟ فيما يتعلق بالبدن، أسنان، فما بالك بالشيء يتعلق بماذا؟ بالروح، يعني عقيدة الآن، حضور دروس العلماء وغير هذا. هل نرجع للطلاب؟ لا يمكن. نرجع إلى من؟ علماء ربانيين. ثم الآن، هل يصبح طبيب على ما يحب؟ يذهب ويشتري بعض الكتب ويدرسها ثم يأتي ويعمل في مادة الطب؟ خطأ. لابد يرجع إلى من؟ إلى أهل الاختصاص. ماذا أصنع؟ قال لابد تدرس 5 سنوات ثم تتخصص، ثم بعد هذا إما أن تكون مجاز في الطب أو نمنعك من الطب أصلا. صحيح؟ في أناس يسحب منهم ترخيص مهنة الطبيب. صحيح أم لا؟ نعم، لأنه ما يسحب في الطب أصلا. طيب، إذن أخواننا، ليس لنا أن نقدم ونؤخر هذا الدرس، لا يصلح إلا بالرجوع إلى الطلاب. صح؟ خطأ. إلا بالرجوع للعلماء الربانيين، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلموا الذين استنبطنهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. يأتينا طالب يقول والله في هناك أشرطة في السوق أو سيني أو كذا جميلة جدا. نقول جميلة أو قبيحة؟
نحن ما نسمع لي. نسمع لمن؟ للعلماء. قال هذا الكتاب مفيد جدا، يقول والله ما نسمع. صح؟ اي نعم. مثل هذا انه لا يمكن للطالب ان يقدم ويؤخر او يقرا في كتاب، مثل ما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في القراءه في الكتب المؤلفه من اهل السنه والجماعه فيما شجر بين الصحابه. يذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ان حكم القراءه في الكتب التي ذكرت ما شجر بين الصحابه المؤلفه من اهل السنه والجماعه ان القراءه في هذه الكتب محرمه. لماذا؟ قال حتى لا يقع في قلبك شيء على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجوع الاخصص، ماذا تصنع؟ تسمع. اي نعم. طيب اذا لا يمكن للطالب ان يدرس او يقرا كتاب كشف الشبهات قبل دراسه كتاب التوحيد. طيب السؤال الثالث قبل البدء بدراسه السؤال قبل ماذا ندرس قبل الدراسة كتاب كشف الشبهات؟ فتح الله عليك. السؤال الثالث من يلخص لنا هذا المتن أو يفهرس لنا هذا المتن؟ قلنا أي كتاب؟ مجرد ما تقتني كتاب أو تمتلك كتاب أو تشتري كتاب أو يهدى لك كتاب ماذا تصنع؟ تقرأ أقل ما يكون مقدمة الكتاب والفهرس، لأنه بقراءة الفهرس تعرف محتوى الكتاب، وبقراءة المقدمة تعرف مصطلح المؤلف والسبب من التأليف وغيرها. فمن يذكر لي محتوى هذا المتن؟ متن القواعد العامة. على ماذا يحتوى؟ من يعرف؟ نعم ما شاء الله. نعم. يحتوى الله اعلم او يقسم هذا المتن الى ثلاثه اقسام. المقدمه وفي هذه المقدمه عنوان السعاده. القسم الثاني لماذا ندرس التوحيد؟ القسم الثالث القواعد العامة، شرح القواعد العامة. الكتاب الممنوع بعد الدرس. نعم، ماذا ذكر الأخ؟ الله. إذن هذا إشكال. عندما تكتب يذهب عليك بعض المعلومات، فأنت تابع معي الآن، والمذكرة موجودة والأشرطة موجودة والحمد لله. طيب ثلاثة أقسام. القسم الأول المقدمة وفي عنوان السعادة. القسم الثاني لماذا ندرس التوحيد. القسم الثالث شرح القواعد الأربع. تعيد. المقدمة وفي عنوان السعادة. لماذا ندرس التوحيد القسم الثاني. القسم الثالث شرح القواعد الأربع. اجلس فتح الله عليك. طيب من هم أولياء الله؟ من؟ إخواننا من هم أولياء الله؟ من هم؟ من يعرف؟ نعم يا أخي. أنت يا شيخ. أي نعم. من هم؟ نعم. ما أسمع. أرفع صوتك. العلماء. العلماء. طيب أجل. نعم. اي انت المؤمنون. طيب اجلس فتح الله عليك. نعم يا اخي. اي نعم. الذين امنوا وكانوا يتقون. اعطينا كتاب هذا. لا تقرا فيه ابدا الا بعد الدرس. اعطيه هذا.
من هم أولياء الله؟ الذين جمعوا بين الإيمان والتقوى. فتح الله عليك، اصبر. ما الدليل؟ الدليل قول الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. جمعوا بين الإيمان والتقوى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. من كان مؤمنا تقيا كان لله ولي، يعني جمع بين الإيمان والتقوى. فوق أسفل ينام بين القبور إنسان، رجل ينام بين القبور ويشرب الخمور، نسأل الله السلامة عليه، ولا يصلي ولا يصوم ولا يأكل شيء من الطعام. هذا ولي من أولياء، والله ولي، والله لا نشك في ولايته، لكن من أولياء شيطان، صحيح؟ أي نعم، لأنه لا إيمان ولا تقوى، إذن ولي من أولياء من؟ شيطان. أجلس، لابد أن نفرق بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن. ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتابا سماه الفرقان، يعني لابد أن تفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. لا إيمان ولا تقوى، ولي من أولياء الشيطان. أي نعم. طيب، عنوان السعادة، السعيد من هو؟ السعيد من هو؟ من هو السعيد؟ نعم، السعيد الذي تراه عند السراء شاق، وعند الضراء صابر، وعند المعصية مستقر. أحوال الناس لا تخرج عن هذه الأمور الثلاث: نعمة تجد شاكر لك، ضراء ومصيبة صابر لا متسخر، عند المعصية مستقر، وغيره المعاند، نسأل الله السلامة العافية، والقانت من رحمة الله من ذلك، صح؟ نعم. إذا هذا هو السعيد، السعيد الذي إذا جاءته نعمة ماذا يصنع؟ يشكر. من أين لك هذا؟ قال: هذا من فضل ربي. كيف نجحت في الاختبار؟ قال: بفضل الله. شاكر. وعند المصيبة حصل حادث، تكسرت السيارة، ماذا يصنع؟ قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. صابر، أذهب وتذكر، قال: استغفر الله جل وعلا. هذا السعيد، مفهوم؟ طيب، إذا في السراء شاكر، وضد شكر النعمة كفر النعمة، نسأل الله السلامة العافية. ذكرنا لكم في هذا الدرس قصة القصص عند أهل السنة والجماعة يكون
عارض لا دار، يعني قليل جدا. والقصص عند أهل السنة والجماعة للاحتجاج لا، استئناس فقط. الحجة أين؟ في الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. نعم. طيب، ذكر ابن الجوزي عفى الله عنه وعنه بس للعبرة والاتعاب، يقول أن الكلب جاء إلى الأسد، الكلب جاء إلى الأسد وقال يا ملك السباع، ملك الله وهو الأسد، فقال هذا الله عنه. قال الكلب للأسد يا ملك السباع إن اسمي هذا خسيس حقير لا يصلح لي، أريد أن تغير اسمي من كلب إلى أسد أو إلى كلب. أبى الأسد على الكلب وقال لا لا ما نغير اسمي، لأن من طبعك الخسة والخسيس والحقير لا يصلح له إلا كلب. فقال الكلب لا تغير اسمي، قال لا أغير، تغير لا أغير، تغير لا أغير. فعندما رأى الأسد هذا الإصرار من الكلب قال اسمع، عندي لك اختبار، إذا نجحت في الاختبار أغير اسمك، وإلا فأنت كلب. قال هات الاختبار، قال خذ هذا القطعة من اللحم، قطعة من اللحم احفظها لي إلى الصبح، إن أتيت بهذه القطعة في الصباح غيرت اسمك، وإلا فأنت كلب. فرح الكلب بهذا الاختبار، قال اختبار سهل سهل، أخذ قطعة من اللحم ومشى وذهب إلى المكان الذي يأوي إليه، وأخذ أوقف أخذ ماذا؟ نعم الآن تسمع إن شاء الله وتواقف خمس دقائق، لا اسمع خمس دقائق وتواقف سيذهب النعم إن شاء الله. فقال في بيت الكلب وهو يفكر، يعني الآن أخذ يفكر طيلة الليل، كلب أسد لحم جوع آكل لا آكل، متردد يعني أتي جوع شديد، هل يأكل ولا لا يأكل، آكل لا آكل، كلب أسد كلب. حتى قرب الفجر، عندما قرب الفجر ما استطاع أن يتحمل الكلب، فقال والله إن اسم الكلب اسم حسن وأكل لحم. الشاهد يقول ابن الجوزي عبد الله عنه، الشاهد من هذا القصة الذي لا يصبر على المحرمات هذا رضي بالخشية ورضي أن يكون كلب، والذي يصبر على المحرمات هذا رضي بالعزة. صح، وتجرب نفسك في عيد رأس السنة إذا خرجت من المسجد من هنا مثلا ومرت مرة، هل أنت كلب أو أسد؟ الله أعلم. وكفى بنفسك اليوم عليك حسيب. انتبه، مفهوم الشيخ؟ كيف تعصي الله بنعم الله؟ صح، الآن نعمك البصر نعمة لا بد أن تشكر، إذا تنظر بمحرم نعمة كفرت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمني وإياكم من الفتن يا رب. طيب، هذا النعمة،
هل النعمة ابتلاء؟ نعم أم لا؟ هل النعمة نعمة؟ نعم ابتلاء. النعمة ابتلاء، ما الدليل؟ ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، نعمة ابتلاء تحتاج إلى ماذا؟ النعمة ابتلاء تحتاج إلى ماذا؟ من يعرف؟ نعم اجلس فتح الله عليك. إلى شكر، صحيح، هذا قسم، هناك قسم آخر تحتاج إلى ماذا النعمة؟ نعم إلى صبر. تحتاج قبل أن تأتي إلى تعلق بالله لا بغيره. أجلس. يمشي هذا الآن في الطريق يرى القصور والعمائر متاع الدنيا والسيارات وكذا، يفكر ويقول في نفسه، يعني تحدث مع نفسه، يقول لو يتعرف عليه الرئيس أو الوزير أو التاجر أو الغني الملياردير، يقول اسمع خذ من مالي ما شئت ودع من مالي ما شئت، أو خذ شيك مفتوح. صح؟ أكثر الناس على هذا إلا من رحم الله. صحيح؟ يفكر في من؟ يفكر في من؟ في البشر. وحتى تسمع بعض الناس يقول ماذا صنع لنا العلماء؟ صح؟ أين حكام العرب؟ ماذا تريد منهم؟ عبيد لا يعبدون. الجنة تطلب من من؟ من يعلم؟ إخواننا الجنة تطلب من من؟ من يعلم؟ سبحان الله. نعم نعم. الجنة لا تطلب إلا من الله أبدا، لا شك في هذا الكلام. أي نعم. طيب يا أخي الرزق يطلب من؟ سبحان الله. إذن هذا لماذا يفكر في العلماء وفي الوزراء وفي كذا وفي كذا؟ إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. فعندما تمشي في الطريق وترى المتاع وترى الدنيا تقول لو يتعرف علي وكذا، أعوذ بالله، كأنك تطلب الجنة من غير الله. مثل هذا طلب الرزق أيضا. نعم. تطلب من؟ ايش تقول؟ تقول لبيك اللهم لا عيش الا عيش الاخر، يعني تسأل في الدنيا وتقبل على الاخر. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عن من سواك. نعتمد تعتمد على مخلوق؟ ما يمكن. اعوذ بالله. اذا هذا الذي يخطر ببالك احيانا هذا خلل في التوحيد. صح؟ وتوكل على الحي الذي لا يموت. هؤلاء يموتوا؟ يموتوا؟ اذا لا يمكن تتعلق بهم ابدا. اذا قبل ان تاتي النعمه تتعلق بمن؟ لا بغير. اذا النعمه ابتلاء، ولابد قبل أن تأتي أن يتعلق المخلوق بالخالق بالرزاق سبحانه وتعالى لا بغير أبد. مفهوم؟ طيب جاءت النعمة. نعم. ماذا تصنع؟ تشكر. كيف تشكر النعمة؟ كيف؟ من يعني؟ كيف تشكر النعمة؟ فأنا كيف تشكر النعم؟ باللسان. باللسان وبالقلب وبالجوارح. من أين لك هذا؟
قال هذا من فضل ربي. هذا الأخ اشترى سيارة جديدة موديل هذه السنة. هذا قال له من أين لك هذا؟ قال هذا من فضل ربي. كيف ذهبت إلى الحج ويعني قدم هؤلاء ولم تخرج لهم أوراق للحج؟ قال هذا من فضل ربي. كيف حصلت كذا وكذا من الدرجات واختبارك؟ من فضل ربي. تذلل لسانك بشكر المنعم المتفضل. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. باللسان. وأما بنعمة ربك فحدث. كيف حالك؟ قال الحمد لله. كيف ذهب عنك هذا المرض وكذا؟ قال بفضل الله. ضد هذا كفر النعمة باللسان. من أين لك هذا؟ قال بجدي باجتهادي تعبت حتى حصلت على هذا المال، عندي واسطة، أعرف الأمير، أعرف الوزير، صحيح؟ أعوذ بالله، هذا كفر باللسان، كفر النعمة باللسان. الثاني بالقلب إقرار واعتراف أن كل ما بك من نعمة فهي من الله. وما بكم من نعمة فمن الله. الثالث الجوارح. أنعم الله عليه بنعمة المال. يشتري مخدرات ومسكرات، نعمة كفرها. البصر ينظر في محرم، نعمة كفرها. أنعم الله عليه بنعمة العلم، عرف التوحيد، يعلم الناس وإذا ترك تعليم الناس كفر للنعمة. فتح الله عليك. إذا أعطي شكر. أعطي شكر، شكر من؟ شكر المنعم المتفضل سبحانه وتعالى. وإذا ابتلي صبر. تقدم تقدم. ماذا قلت؟ الحمد لله. لأنك تتكلم. وإذا ابتلي صبر. إذا ما تسمع؟ تعلم تسمع ايش اسمع؟ إذا ابتلي صبر. إذا تعرف عربي؟ اجلسوا هنا لا تتكلم. افسحوا لأخيكم. اجلسوا هنا؟ لا هنا أحسن. نعم. وإذا ابتلي صبر. يا سفيان عندك أناس بجانب الأعمدة يعني الله أعلم أنهم انتقلوا نوم نوم عميق هنا هنا من الأعمدة ما تراهم في الخلف خبايا الزوايا هنا هذا العمود أي نعم لا تجعل أحدكم خلف العمود أو قضم يا أخي الحمد لله. طيب. هذا من هذا من هذا. إذا ابتلي صبر. وضد الصبر. تسخر. صبر وضد الصبر ضد الصبر سمعت الجمهور الله المستعان لا اشكال السخاء تسخر كيف يتسخر كيف يتسخر بالقلب وباللسان وبالجوارح يتسخر بقلب كيف يعني ما يرضى بقلبه يقول لماذا فلان عنده زوجة وأولاد ومال وأنا ليس عندي شيء صحيح
لماذا فلان هو إمام المسجد وأنا حتى يعني آخر الصف الثاني؟ ولماذا فلان ولماذا ولماذا ولماذا؟ هذا تسخط بماذا؟ بالقلب. حتى أن ابن القيم رحمه الله تعالى يذكر أن بعض الناس يعني بقلبي يقول ظلمني ربي ومنعني ما استحب. سبحان الله. الثاني تسخط باللسان. ايش يقول باللسان؟ اوف يصرخ صح؟ يسب يشتم بالجوارح. كيف يكسر؟ يكسر ويشق ويلتف الشعور او يعني السياره يمشي بسرعه يعني شديده جدا صحيح؟ او يكسر الزجاج ويكسر كذا. يا اخي لماذا تصنع؟ قال غضبان. هذا صح؟ تسخط هذا ما يصح، كبيره من كبائر الذنوب. ماذا يصنع؟ يصبر. الله يفتح عليك. يصبر، نعم، بقلبه وبلسانه وبجوارحه. طيب. خلاصة القواعد الأربع، من يذكر لي خلاصة القاعدة الأولى من القواعد الأربع؟ خلاصة القواعد الأربع، أو الشبهة الأولى مثلا، اللي قلنا هذه القواعد الأربع هي كالرد على الشبهة التي يأتي بها للشرك في زمانه. نعم. إذا وجدنا من يصرف شيء من العبادة لغير الله، ماذا نصنع؟ ننكر عليه ولا ننكر ولا بد؟ فإذا قال لك أنا مقر أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق والرازق والمحيي والمميت والمدبر، تقول له هذا التوحيد أي توحيد الربوبية أقر بالكفار الذين بعث لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت بهذا الفعل عندما تصرف شيء من العبادة لغير الله وافقت الكفار الذين بعث لهم النبي صلى الله عليه وسلم. صح؟ ما يمكن أن تصرف شيء، كل من صرف شيء من العبادة لغير الله فقد وافق الكفار الذين بعث لهم النبي صلى الله عليه وسلم. صح؟ أن كل من صرف شيء من العبادة لغير الله مشرك كافر. قال أنا أقول أن الله هو الخالق والرازق والمحيي والمميت والمدبر، نقول ما يكفي هذا وحده، لا بد أن تفرد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد ثلاث، وهذا توحيد الربوبية فقط، ما يصلح وحده. مفهوم؟ هذه الشبهة أو القاعدة. القاعدة الثانية، إذا قال لك قائل من هؤلاء نسأل الله السلامة والعافية الذين هم عن الشرك، قال أنا ما أعبد هؤلاء، أنا أريد من هؤلاء القرب، أريد من هؤلاء الشفاعة يشفعوا لي عند الله، نقول هذا الكلام هو كلام كفار وبهذا استحق أن يكفرهم الله سبحانه وتعالى. كل من طلب القرب والشفاعة من غير الله فقد وافق الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، ما نعبدهم إلا ليقربون الله جل وعلا. إذا طلب القرب والشفاعة من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر. القاعدة الثانية أو الشبهة الثالثة، سبحان الله، بقي أين كان أخوان؟ فقط فهمت؟ نعم نعم. إذا قال لك هذا المشرك أو المبطل لأنه يعبد مثلا يعبد الصالحين
يعبد الأنبياء ورسل عليهم الصلاة، يعبد الملائكة، تنكر عليه هذا الشرك، تقول هذا شرك، تقول لا، الشرك في عبادة الأصنام فقط هذا ليس بشرك. الآيات التي نزلت في الشرك نزلت في من يعبد الأصنام، أما عبادة الصالحين والأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام والملائكة هذا ليس بشرك. هذا كلام صحيح أم لا؟ صحيح؟ نقول لا، الكفار الذين بعث لهم النبي صلى الله عليه وسلم منهم من يعبد الأشجار، ومنهم من يعبد الأحجار، ومنهم من يعبد الأصنام، ومنهم من يعبد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، منهم من يعبد الصالحين، منهم من يعبد الملائكة، وكفرهم الله ولم يفرق الله سبحانه وتعالى بين شرك وشرك، وقال سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، شيئا يعم كل أحد، نبي أو ولي أو جن أو صالح أو ملك أو غيره. طيب، إذا مرة أخرى القاعدة الثالثة أن الكفار الذين بعث بهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا متفرقين في عبادات، منهم من يعبد الأشجار والأحجار والملائكة وكذا، ولم يفرق الله سبحانه وتعالى بين الشرك والشرك، هذه القاعدة الثالثة أو الشبه الثالثة، والرد عليه. القاعدة الأخيرة، نعم، أن نقول لهؤلاء اتقوا الله، الكفار الذين بعث لهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يشركون في السراء ويخلصون في الضراء، وكفرهم الله، كانوا يشركون في السراء ويخلصون في الضراء وكفرهم، وأهل الشرك نسأل الله السلامة العافية في زماننا شركهم دائم في السراء وفي الضراء، فهؤلاء كفار ما بأولى. أي والله نسأل الله السلامة العافية. إذا أخوان لابد أن ننتبه، نحن في خطر الآن، الشرك في هذا الزمان أفضل من الشرك الذي كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم. زمن النبي قلنا عليه الصلاة والسلام كان الكفار أقروا بتوحيد الربوبية، اليوم هناك من ينكر حتى الربوبية، والله كان شركهم السراء وإخلاص في الضراء، اليوم شرك في السراء والضراء، صحيح؟ أي نعم. طيب الله أعلم كم بقي، كم بقي الله؟ ساعة تكفي. طيب نترك لكم الآن يعني هذا الوقت تراجعوا فيه.